ده يعني في دكاتره كتير قوي بيبتدوا يشتغلوا مثلا سن صغير ما اتعلموش، يفقد ضميره في الشغل، بيأذي العيان، اه بياخد فلوس لكن في النتيجه في الاخر بيطلع عيانين تعبانين فيهم مشاكل فيهم كده. فاهم حاجه الضمير في الموضوع، وانك تاخد تريننج مظبوط وما تستعجلش. يعني لو حد اختار جراحه ما يستعجلش قبل موضوع الفلوس ده ابدا، لانه هيجي متاخر قوي لكن هيجي يعني. اوكي طبعا اللي هياخد جراحه في الجامعه غير اللي هياخد جراحه بره الجامعه، بتديك فرصه قويه جدا انك بتعمل كل اللي انت عايزه في الجامعه، بتتدرب كويس قوي بره. اللي انا شايفه ان اتعاملت مع ناس ان فرص لوزاره الصحه كتريننج بتبقى اقل شويه من الجامعه، فده مش معناه انك انت ما تاخدش جراحه، لا خد جراحه بس تبقى عارف انك انت محتاج تعمل ايفورت دبل الناس اللي بيعملوه في حته تاني. محتاج تروح مثلا لو هتسجل ماجستير في جامعه او دكتوراه في جامعه، تروح تقعد مش بس سد خانات انك انت بتحضر، لان ده بنشوفه برضه، لا تيجي تحضر وتعمل نفسك كانك نايب هنا موجود في قصر عيني وتشتغل، وانس دخلت في المنظومه كانك بقيت بارت من الجامعه، مش تيجي تقول انا زاير او من بره فمش مش هخليني اشتغل. لا في ناس كتير قوي هنا قعدوا وقعدوا في مدن مقيمين لغايه ما اثبتوا وجودهم واشتغلوا احسن من ان هو يبقى في قصر عيني. اوكي؟ فدي حاجه مهمه جدا انك انت تدور على تريننج كويس. اوكي؟ الحاجه الثانيه المهمه انك انت هتشوف جراحين كتير قوي بيشتغلوا مليون طريقه، ودي مشكله في مصر، مفيش ستاندرد معين للجراحين فيه. فنافر انك انت تصدق جراح وتقول هو ده اللي بيعلمني وواحد لا، انت هتشوف كذا طريقه وكذا واحد، والمرجع الاخر ليك هو كتب. انت هتبقى عندك تكست بوكس كتير قوي، هتقرا كتير جدا، لما تشوف الجراح هتاخد من كل واحد ايه وات تو دو اند وات نوت تو دو، هتتعلم من كل جراح الحاجات دي. مش معنى الواحد يعمل عمليه بطريقه معينه يبقى هو لازم تتعامل بالطريقه دي، لا ممكن يكون هو بيعمل حته كويسه قوي وحته وحشه قوي، انت بتاخد وات تو دو اند وات نوت تو دو. اوكي بالنسبه للدراسه بقى في الجراحه، يعني في طبعا شهادات مصريه ماجستير دكتوراه، الحاجه القويه جدا دلوقتي الزماله المصريه بتاعت الجراحه دي، بره كمان بتروح شهاده قويه. طبعا في زماله بقى بريطانيه، ودلوقتي بقى في كمان هي مش زماله العضويه ام ار سي اس يعني، ودلوقتي بقى في اف ار سي اس كمان انترناشونال، بس مش بتعمل في مصر، بس من حق الناس في مصر تبتدي المشروع. دي كلها شهادات بتديك قوه، ولما تحب تسافر بره انها تديك قوه بره. انا عارف اغلب الناس عايزين ياخدوا تريننج سواء هي هجره او ياخدوا تريننج شويه بره يرجعوا، فالماجستير بقى ضعيفه شويه الدكتوراه يعني، لكن لما تاخد الزماله المصريه او الام ار سي اس او الاف ار سي اس كل دي حاجه بتديك تقل كويس قوي بره. في بعد كده لو فكرت في البورد العربي بقى ده قوي جدا برده. واللي هيفكر يسافر منكم طبعا لازم يفكر نمره واحد في امريكا لو فكرت يعني، لان التريننج في امريكا دلوقتي من اقوى تريننج. ولو بياخد امريكان بورد الامريكان بورد سافر امريكا ولا ايه؟ الامريكان بورد دلوقتي اقوى شهاده في العالم، فاللي هيقدر يعمل الطريق ده بياخد شهاده قويه جدا معترفه بيه في كل حته في العالم، فدي شهاده قويه جدا. بس حتى عنده اسئله؟ الزماله المصريه والبورد العربي دول شهادات عربيه نوعا ما، مركزهم موجود على الكورنيش في حته قريبه معايا بس مش عارف فين بالظبط. دول اللي لو عايز تسالي تسالي بالظبط، بس دول ليهم ريكوايرمنتس بعد التخرج بفتره. اوكي الزماله المصريه دي بتديكي شهاده، بتخشي في تريننج معين تبع الدوله، بتمر بكذا مستشفى وشويه ريكوايرمنتس وبعد كده بتعملي تقديم الشهاده. البورد العربي انا مش متاكد منه لكن انا قابلت ناس كانوا واخدينه، هو امتحان كذا امتحان زي الاي اف ار سي اس كده كذا ليفل، وصعب امتحان مش سهل، وبقى بس ده معترف بيه في كل الدول العربيه دلوقتي، اقوى من الدكتوراه المصريه كمان. بس انا مش عارف التفاصيل قوي، انت بتسالني في المكان اللي انا فاكر البورد دي ملهاش غير طريق واحد انك انت هتعمله يو اس ام ال اي وتروح تاخد تريننج هناك مش عارف 6 7 سنين وتنزل تريننج يعني وتخلص وتعمل كده البورد، فده اللي غالبا اللي بيعمله ما بترجعش تاني. لكن طبعا لو واحد عمل ورجع هيبقى يعني حاجه عظيمه. لو انت في الجامعه لازم هتعمل ماستر ودكتوراه، لو انت بره الجامعه مفيش داعي تعمل حاجه تعمل زمان. اصل حتى بره حكايه ان واحد ياخد ماجستير ودكتوراه ده مش كل الناس بتعمل كده، ده الناس اللي هم اكاديميك دي شهادات اكاديميه. اوكي لكن يعني بره مثلا اللي بياخد جراحه مش في الجامعه بيعمل ام ار سي اس اف ار سي اس كلها زي الزماله المصريه، شهادات تدل على تريننج مش اكاديمي. الماجستير والدكتوراه دي شهادات اكاديميه مش لازم الناس تموت عليها على طول، لان يعني فايدتها اكثر للناس الاكاديميه.
اولا متعبه جدا النيابه بتاعتها سواء في الجامعه او بره. اوقات طبعا يعني ممكن ما اشوفش مثلا اولادي 4 5 ايام فعلا، يعني بتنسوا موضوع السوشيال لايف والعيله والكلام مش موجود خالص يعني. متعبه جسديا جدا وذهنيا، يعني الواحد مش بيتعب بس بيفكر، لا ممكن جسديا بيتعب كمان. بس لكن مقابل كده هي ممتعه جدا جدا يعني. واعتقد الانكم بتاعها مقارنه بشويه بنشات احسن من نشات تانيه شويه. انا بروح عامه، انا ما اعرفش قريت راسي كده، بس طبعا كل ما تاخد سبيشاليتي، كل ما تروح سبيشاليتي وسب سبيشاليتي الموضوع بيبقى احسن، بتتعرف بالحاجه المعينه دي بتشتغل احسن. لو سافرت بره طبعا احسن. انا هنا حاليا في قصر عيني في فاسكولار بلاستيك جنرال اند بيدياتريك سيرجي، دول الاربعه منفصلين. جوه جنرال سيرجي دلوقتي بنحاول نعمل اقسام منفصله، كولوريكتال يونت، بريست يونت، نوكلاين يونت وهكذا. طبعا مش بيور يعني، انا بشتغل في وحده كولوريكتال، مش معنى كده كل شغل كولوريكتال، بشتغل كل حاجه بس البالك الاكتر دلوقتي كولوريكتال. عندنا في الوقت لسه مبتدئين موضوع التقسيمات ده، فمع الوقت او انتوا يعني لو توصلوا في النيابات وكده غالبا هتبقى سبيشاليتي بيت اكتر. بعد 10 سنين غالبا هتفضلوا ده ينفصل عن بعض. زمان خالص كانت المسالك جزء من جراحه، وشوف دلوقتي انفصلت وبقى حاجه لوحدها وهكذا. فانا متوقع بعد ايه، بعد 10 سنين مثلا كولوريكتال ده يبقى حاجه لوحدها وهكذا. بس بره الحاجات دي طبعا متقسمه زي ما انا قلت لك، انت هتتعلم بس هتتعب اكتر من جوه الجامعه شويه، وهتحتاج تيجي الجامعه سواء بقى ما اعرفش بتوع انتداب او بتعمل ماجستير او زمان المصريه بيجوا هنا برضو في الجامعه. ليش اي اكسبيرينس في امريكا؟ معلش. انا انجلترا، اعرف انجلترا. ما بقولك الماجستير والدكتوراه دول ما لهمش، ممكن احد ياخد ماجستير ما يعرفش اي حاجه بالراحه. فمعلش معنى، انا المهم تكون قضيت البيزك تريننج هنا، اتعلمت ابتديت اشتغل، عشان ما تروح مش تتعلم بيزك، انت محتاج تريفاين حاجات معينه، تشوف السيستم بالظبط كده يعني. مش ملهاش معنى واحد ما اشتغلش جراحه هنا يروح هناك مع اي حاجه يشوفها يمبهر بيها. فاهم قصدي؟ انا في واحد طالب في سلاسات مره جاي قال لي ده انا في انجلترا بيركبوا مش في الهرنيا وبتاع. قلت له ماشي، طب ما دي مرميه في قصر عيني كل يوم، ايه الجديد يعني؟ لا انت ممكن تشتغل هنا شويه وبعدين تسافر شوف ايه الجديد او ايه اللي بيعملوها ازاي وهكذا. فانت محتاج بعد تريننج، فتره تريننج. بالنسبه لو في الجامعه بيبقى بعد النيابه او بعد الدرس مساعد. بره برضه تكون خدت التريننج بتاعك، مالهاش علاقه بالشهاده قوي قد ما هي ليها علاقه بانت ايه الاكسبيرينس بتاعك. ماشي، ام ار سي اس من غير بلاب؟ من غير بلاب. انت عشان تشتغل في انجلترا لازم تسجل في الجي ام سي، تسجيل الجي ام سي ده يا اما ثرو طريق بلاب او الام ار سي اس ده لو راح. فبتاخد ام ار سي اس وتعمل شويه حاجات كده وتروح على طول انجلترا، وممكن تقعد تعوض. مفيش فرق، الفكره انك انت لما تاخد ام ار سي اس بس عادي جدا، بس انت الفكره انك انت هتشتغل زي هنا مثلا نائب زائر، مش هتخش في السيستم غير بعد فتره وبعد ما تتعب جدا بعد ما تعمل حاجات معينه عشان يدخلوك جوه السيستم. اوكي، عشان انت فورنر الباسبور بتاعك اجنبي. اوكي، هو سبيشاليتي حاليا في القصر العيني زي ما قلت لك الباسكر لوحده تماما، البلاستيك لوحده، اطفال لوحدها، وجنرال. جوه الجنرال في كولوريكتال، في ابر جي اي وبارياتريك، في بريست واندوكراين، وباتو بيري. اوكي؟ طبعا كويس جدا، بس الفكره انت بتسال على ايه؟ سؤالك من ناحيه شغل كتير ولا فلوس كتير ولا لا في فرق بين الاثنين؟ ما اصل بص، انت الفكره انك انت جوه الجامعه خلاص، ده جوه الجامعه لكن برايفت مع عمر ما انا مثلا لو انا في الجامعه مش هبعت لك فاتو فيديو ولا بعرف اعملها. فهي دي مشكله حاليا دلوقتي، ما حدش ملتزم بالسبيشاليتي. يعني غير لو انت ما اتدربتش عليه خالص، احنا ما بنتدربش على اطفال خالص، ما بنتدربش على
الاسكر خالص، انا عمري ما هعمل الحاجات دي. لكن جنرال سيرجي انا اعرف اشتغل كل حاجه في جنرال سيرجي. انا دلوقتي بميل لحاجات معينه، يعني مش هشتغل كل حاجه. بقول لك بعد 10 سنين ممكن الموضوع يبقى كده، لكن حاليا مش هقدر اقول لك ايه يعني. احنا في مصر لسه هكذا للاسف يعني. اوكي يا سيدي، في حد بيسأل نائب نائب زي الجراحة التكلفة كام؟ أنا ما عنديش فكرة، الحاجات دي بتتسأل مش عارف. المناظير بطنة أو جراحة؟ أنا بس السؤال هو مناظير أبر جي أي إندوسكوبي يعني ولا مناظير عمليات مناظير؟ اللي سأل قصده على إندوسكوبي. ها؟ الإندوسكوبي تبع البطنة في مصر. جراحين ما بيعملوش إندوسكوبي، كله تبع البطنة. لاباروسكوبي ده تبع جراحين، في قصة تانية. بس اللي بيسأل هو قصده على المنظار اللي هو جي اي اندوسكوبي او اي ار سي بي او الكلام ده كله، ده معناه ده تبع البطنه مش الجراحه. وبعدين في سؤال، هل ممكن طبيب البطنه يشتغل شويه جراحه ام ادويه بس؟ لا، البطنه عمره ما يشتغل جراحه. الجراحه بالنسبه للفيميل مليان جراحات دلوقتي كتير الحمد لله، بس يعني بيفقدوا نصيتهم. تخريب بقى يعني، انتوا عايزين ايه؟ افضل مكان في وزاره الصحه للجراحه؟ ما عنديش اجابه للسؤال الحقيقه. مستشفى، هل مستشفى حمد؟ مستشفى حمد ده سؤال على قطر يعني؟ لا يعني حمد دي في قطر ولا دي حاجه؟ لا معرفش، انا مش عارف بالضرب ولا بتقولي سوري؟ انا معرفش اللي دور عربية زمان. ينفع حد بعد الامتياز يحضر حاجة ويستغنى غالبا بيستغنى عن الجامعة أو وزارة نفسها؟ وإيه المتاح؟ وإيه الميزة؟ وإيه العيب؟ هو ممكن، ما اللي أنا بقول إنه ممكن واحد ياخد شهادات بس ما خدش تريننج، فإيه معناها؟ وإيه المتاح؟ أنت ممكن تخش زمالة، أنت يعني عايز الإم آر سي إس، أنت ممكن الناس تخشوا بعد الامتياز. أوكي ذا بارت 1، بس برضه أنت ما خدتش تريننج يعني، تبقى فرحتي معاك شهادة مش عارف تعمل كيس دوري مثلا. وانت لو سبت الجامعه وسبت وزاره الصحه ما فيش اي حاجه تتدرب فيها. والجراحه زي ما قلت لكم اول حاجه فيها تريننج، مش هم شهادات تريننج، وبعدين بتيجي موضوع الشهادات. ايه المسموح عشان يعلي مستوى الاندر جرادويت غير ريسيرش؟ هو المشكله الاندر جرادويت دي مشكله كبيره جدا، المنظومه كلها بايظه والتقييم بايظ. اوكي انا بكلمكم بصراحه يعني، وانتوا خلاص دخلتوا الموضوع ما تفكروش كتير، امشوا مع السيستم وخلصوا. فكان بجد هتصلحوه ازاي؟ مش انتوا شغلتكم، وفي ناس كتير بتحاول تصلح وفي ناس بتوقف وهكذا، ومفيش امل يعني. المشكله عندنا مشكله كبيره جدا في وضع الامتحان. انتوا سنه في، انا صلحت امتحان ام سي كيو قريب، كان بتاع سنه سته، معرفش في حد عندكم ولا لا، معرفش هو ام سي كيو، هو كان في اسئله يعني بتاع 10 اسئله غلط تماما. الاسئله غلط. اوكي؟ وكانت ايه الحجه؟ الحجه ان ده اللي مكتوب في كتاب الاسم. وفي طلبه مجاوبين حاجات صح ومحسوبه غلط. يعني انا بقول لكم بس الدنيا قد ايه متدمره يعني. ما تزعلوش. كلكم مظلومين يعني. طبعا نيورو سيرجي والكارديو ثراسك والحاجات دي هتبقى فرصتها اكتر في الجامعه، ولكن في ناس اعرفهم خدوا كارديو ثراسك في معهد القلب مثلا كويسين جدا يعني، في حاجات مش كويسه. ايه ليه؟ جدا
أشعة. لسه الحمد لله يا باشا جلدية وأشعة مش محتاجين يعني. ما بقولك براحة ممكن، بس هتتعب شوية بره، بس مش أكتر يعني، هتعمل إيفورت أكتر من في الجامعة مرتين بس. ده كان في مستشفيات على فكرة أوضاع الصحة كويسة جدا يعني، في ناس بيتدربوا في أحمد ماهر، في ناس في مستشفى اسمها دار الشفاء باين، دي تبع حاجة كده، دار الشفاء دي كويسة أوي، بيتدربوا فيها كويس أوي، في شوية كذا مستشفى. في دخول السيستم في انجلترا البلاب ولا الممبرشيب؟ البلاب بتخليك تتسجل في جي ام سي وكانك واحد خريج بكالوريوس، وتبتدي تريننج من الاول خالص. الام ار سي اس بتدخلك على ليفل اعلى سنه، لكن بتدخلك من بدايه التريننج جراحه، تريننج كانك هيدخلك امتياز وبعدين تبتدي جراحه، تاني يدخلك على جراحه على طول. اوكي، دخول السيستم بقى في انجلترا نفسه كتريننج ده بيعتمد على كذا حاجه. اولا الفيدباك بتاع الكونسلتنت اللي هناك، انك انت لو عملت طبعا في حد كده بوست جراديويت ريسيرش، ده بيقوي جدا اسهمك انك انت تاخد تريننج بوست، وشويه ريكوايرمنتس في كورسات وشويه حاجات تعملها كده عشان تبقى زي الانجليزي في الاخر وتخش في المقارنه. المقارنه صعبه جدا، ان هم بيفضلوا الانجليزي وبعدين كل حاجه اوروبي وبعدين يبصوا بقى العالم. اوكي، فانت دايما فرصتك اقل، لكن في ناس بيعملوا يعني. انا مثلا في خلال 10 اشخاص اعرفهم راحوا انجلترا، واحد بس دلوقتي وصل كونسلتنت. البلاب دي معادله بتعادل البكالوريوس بتاعك كانه بكالوريوس في انجلترا. ام ار سي اس دي ممبر شيب اوف ذا رويال كولج اوف سيرجن بالجراحه بس. لو هتهجر ده كل بلد ليها مميزاتها وعيوبها، ما فيش انت ناوي ترجع عشان ده هو السؤال بس. التريننج في امريكا احسن مليون 100%. في سؤال مهم قوي، هل التريننج في مصر له برامج معتمده او مؤسسات او هيئه ولا يقدر امكانيات كل جماعه مستشفى؟ طبعا ما فيش اي حاجه بتراقب اي حاجه. اوكي، وكل مجهودك الفردي. وبعدين في بوينت مهمه جدا لازم اقولها، ازيك يا الحاجه المهمه جدا، لو حد خد جراحه لازم من اول يوم ما يغلطش الغلطات اللي احنا غلطناها، انك انت بتسجل لوج بوك في كل عمليه شفتها او ساعدت فيها او ساعدت فيها. وفي سايت اسمها اي لوج بوك، اي لوج بوك السايت دي تعمل ريجستريشن فري فيها، وهي بتدخل فيها المعلومات اونلاين. بعد مثلا 5 سنين بتعمل برنت اللوج بوك بتاعك، بيلاقي عامل لك كولكتيف لوج بوك وعامل لك انديفيديوال لوج بوك، يعني بينظر لك الدنيا كويس قوي، وده تقدر بيه تقدمه بره لو مسافر او اي حاجه زي كده. اي لوج بوك، اي ده لوج بوك يعني بتسجل فيه العمليات، بتدخل فيه بيشنت ديتيلز، ايه العمليه، انت البوزيشن بتاعك كان كنت بتساعد ولا كنت بتعملها، بتتساعد او بتساعد حد جونيور او بتتفرج، بتحط البوزيشن بتاعك بالظبط، وبيسجل المعلومات. انت كل بس اللي عليك انك انت بعد تخلص اليوم تسجل العمليات كلها اللي عملتها. اوكي، الفايده انك انت اي بلد في العالم عايز تروحها بيطلبوا اول حاجه لوج بوك، ايه العمليات انت اشتغلتها. فالفتي اللي بيحصل في مصر انك انت الناس كلها تكتب اي حاجه بيفشوه بعد كده، لكن انت لو انت فعلا مسجل اللي انت عملته وطبعته فعلا اللي انت عامله ده كده، عمرك ما تفتكر بالسنه فاتت على امبارح عملت ايه اساسا. فده انت مسجل يوم بيوم وفي الاخر بتطبع وتوديه. يعني ايه الادفانتج زياده عن اللي سجلت عندي؟ الورقه ده هديه يعني. عن خبره يعني بس بجد. انت ايه؟ مش عارف انا وصلتش حاجه اونلاين. اه اي حرف الاي وبعدين لوك ال او لوك بوك. اوكي نعم. لا 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 اللي بتكلم عليه ده لوك بوك سيرجي بس، ما اعرفش حتى في باقي تخصصاتي برضه. دي مشكله، ما فيش ستاندر يعني، ما فيش اللي بيخلص بيخلصوا نيابه، مش كلهم مستوى بعض، مش كلهم بيشتغلوا زي بعض. ممكن واحد كان فيس بيشتغل اكتر مثلا هرنيا مثلا، واحد بيشتغل اكتر ثيرويد، فتلاقي بعد النيابه مثلا واحد عايز يشتغل اكتر يعني بيظبطه. يعني ايه المشكله في مصر؟ ما فيش هيئه بتراقب التريننج بتاع الفرد. اوكي، ولا هيئه نصر، كله مجهودات شخصيه.
من الاخر يعني بقى بكلمكم فريندلي يعني مش عارف بقى لا ده انجليزي.